تمكن مصمم تركي من ابتكار سجادة صلاة تضيء عندما تتجه نحو القبلة. ليس في الأمر خدعة، بل هو ثمرة جهد عملي بذله المبتكر التركي الذي عكف على فكرته في مختبره بلندن. وبدلا من استخدام بوصلة تقليدية، عمد المخترع إلى تثبيت بوصلة رقمية داخل السجادة موصولة بزخارف مشعة عند تلقيها شحنة كهربائية. ويمكن هذا الابتكار المسلمين في الدول الغربية خصوصا من التعرف إلى القبلة بسهولة ومن دون عناء.